مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير يا رب. اليوم بدنا نروح على محل مطعم بمنطقه اليني الشهير بمرسين. مطعم كتير قعدته حلوه وكتير كبير وفي كتير العاب حلوه للاولاد. بس قبل ما نروح بدي اقلكم شغله، شو مشكلتكم مع اللايكس؟ بلاقي على الفيديو عندي فيورز اكتر من السبسكرايبرز بكتير، بس اللايكس مثلا 10 لايكس اللي هن معارفي قرايبيني اهلي. طيب انه هالقد صعبة تكبسوا لايك؟ هالقد يعني كتير صعبة؟ مع انه في كتير ناس بيكتبولي انه رعف الفيديوهات اللي عم تعمليها كتير حلوة ومفيدة خصوصي للي ساكنين بمرسين. طب اعملوا لايك يا جماعة، شو قصتكن؟ على كل حال حنروح هلا نفرجيكم هذا المحل، انا كتير بحبه وكتير بحب قعدته. للي بأرجله عنده أراجيل، واللي بدخنه فيكم تدخنوا، واللي مع اولاد فيه للاولاد العاب، وعنده كل شيء، ترويقه، غدا، عشاء، شو ما بدكم فيه. خلينا نروح ونشوفه سوا. ما بخبركم اليوم الحراره بمرسين نار جهنم، فكتير كتير شوب كنا عم ندوب، لهيك ليكو وجهي انا معبقه ومدبقه. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير اذا عجبكم الفيديو.